الجمع الكريم والإخوة والآباء الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني الناس عموما اتعودوا في مثل هذه الزواجات، اتعودوا كثير من الناس انه يكون في طرب واغاني الى اخره. وانا ده ما بقول كل الناس يعني، لا كثير من الناس لكن ما كلهم. وكونه يكون في محاضره بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده امر قد يكون مستغرب من بعض الناس الا من رحم الله. لكن الامر ده عادي وجائز وما فيه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته إنه يبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه في مثل هذا، ويأمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت يعني في فرح، في شركة، في محل وظيفة، محل عمل، في جامعة، في محل دراسة، في محل تجارة، في الدكان، في السوق، في البيت، في المسجد، في السرير. تتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان. ولا شك إنه الذكرى تنفع المؤمنين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأول حاجة نبارك للعروسين، الزوج والزوجة، ولأهلهم وأهلنا جميعا من الحضور، ونقول لهم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم الكريم الرزاق إنه يفتح لهم من واسع فضله ويبارك لهم في زواجهم وفي ذريتهم وفي أموالهم وفي بيوتهم وفي منازلهم، ويبارك للجميع ويبارك لجميع المسلمين، ويزوج العزاب والأيامة من الصالحين والصالحات من أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات. ولا شك إن الزواج أمر عظيم، بل الزواج نص الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين. نص الدين انت ضمنت وخطيته في جيبك إذا تزوج العبد، فليتق الله فيما بقي. يبقى نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة عظيمة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما استفاد العبد بعد تقوى الله من امرأة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أفضل متاع في الدنيا يا جماعة الزوجة، لكنها تزوجة الصالح اللي بتعرف ربنا اللي بتوحد ربنا سبحانه وتعالى، ده أفضل متاع في الدنيا. ومن هنا الرجل الدار يتزوج زوجة لابد أول حاجة ينظر للصلاح والدين بتاع المرأة، وما يكون همه كله إنه المرأة دي عندها قروش. هسي ناس كتار واحد يتصل بيك يقول لك مولانا دار ليه مرة عندها عمارة ناصية؟ أنا بسأله بقول له دار تعرس المرة ولا العمارة؟ ما أنت قصدك معناته العمارة. ففي ناس عندهم وهم في راسه، ودي لو جابها إذا ما عندها دين، إحنا ما عندنا مشكلة إنه يكون عنده قروش، عندها قروش، دي ما مشكلة، الله يرزقنا كلنا. لكن مشكلتنا في الزول اللي بيركز على المال وما بيركز على الدين والإسلام الصحيح، دي المشكلة هنا يا جماعة. دي لو جابها أول حاجة ممكن تلطش ذاته، ما لأنه دي اشترته بقروشه. ولو زعل السائم منه يوم تقول لا أنت ذاتك ما كنت مقطع، لقيتك بيع الرقيق لا في سروالك، والله تزلك زلة كلب في زقاق.
تزلك زلة شديدة جدا. ليه؟ لأنه أنت قبل ما اخترت المرأة شنو يا جماعة؟ المرأة الصالحة. فالإنسان يختار في المرأة الصلاح، وبعد المرأة الصالحة يختار الأسرة الصالحة. الأسرة شنو يا جماعة؟ الصالحة يختارها. ليه؟ لأنه الأسرة الصالحة بتعينك وبتقيف معاك، والمرأة الصالحة بتصبر معاك. لو أنت غنيان بتصبر، لو أنت فقران مفلس بتصبر عليك، لو مرضت جاك مرض رقدت في السرير ده، أول زول بيقيف معاك المرأة الصالحة اللي بتعرف ربنا سبحانه وتعالى. طيب كيف نعرف المرأة دي صالحة؟ العلماء والفقهاء قالوا أول حاجة نعايل للعقيدة بتاعتها قبل الصلاة والصيام والحجاب، قبل ده نعايل لعقيدتها. لو مرأة عقيدتها في الفقراء والشيوخ إن عترت في الواطة يا فلان دي ما مرأة صالحة، دي مرأة مشركة، مرأة مشركة ما بتنفع. وزواج المشركة والكافرة لا يجوز يا ناس. كيف يا مولانا تقول لنا إن الزول لو نادى أو نده غير الله مشرك؟ ما أنا اللي قلت، الله قال، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو، أسمع كلام الله كويس وانتبه للآيات دي، ربنا قال ومن يدعو مع الله، مع الله إلها آخر. يعني شنو مع الله؟ زول يقول يا الله تنجدني وتفزعني، ويا فلان شيخ فلان تنجدني وتفزعني. خدته مع الله ولا ما خدته؟ خدته. ده مشرك. ده إذا كان مشرك، طيب في زول ما بيجيب الله ذاته، أول ما عتر بيقول يا شيخي فلان الله ذاته ما بيجيبه. هذا تسميه شنو؟ البنادي الله وبنادي واحد مع الله ده مشرك. طيب الزول ما بنادي الله كله 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 كله، بنادي الشيوخ والفقراء، وده حاصل يا جماعة الليلة والله العظيم. بلدنا دي ملانة شرك ما يعلم به إلا الله، إلا ربنا سبحانه وتعالى. في التلفزيون، ولا تمشي بعيد، في التلفزيون الواحد ده قال بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين بناديهم، جملة وفرادي بنادي سيادي في الليلة الهادي بنادي سيادي. ده الكفر ذاته، والله قال كده، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله قال أي زول بنادي غير الله كافر من الكفار. والغريبة إنه في ناس جهلة، الواحد مخه ده تلقاه مقفل مطبل، لا دار يفهم ولا دار يفتح مخه ده عشان يفهم، ولا دار يخلي الناس التانيين يفهموا. كيف يا ناس؟ نحن ما نبذنا زول، ما قلنا ينعل أبو الشيخ الفلاني، ما قلنا والله، ولا قلنا ينعل أمه، قلنا يا جماعة، ولا قلنا ينعل قبيلته، ولا نبذنا شكله ولا لونه ولا قبيلته. نحن قلنا ما تنادي إلا الله. وروني الغلط وين. الله قال كده يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أدعوني هو الله. لو في زول زعلان، زعلان من الله ما مننا، زعلان من الرسول صلى الله عليه وسلم ما مننا، لأنه قال أدعوني براي وربنا. يا أخي ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد ذي الرسول ما تدعو مع الله. ثاني تقول لا يا أخي دي المصالحين، في زول أصلح من الرسول يا جماعة؟ في زول صلاحه زي الرسول صلى الله عليه وسلم سوا ما في، ما في. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لودي عمه ابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، جزاك الله خير، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الليلة الناس لما فارقوا إلا من رحم الله درب النبي عليه الصلاة والسلام،
وخالفوا التوحيد ربنا زلانا. العيشة بجنيه بعشرة، يمكن تبقى العيشة بخمسمية جنيه، نص مليون ممكن بالمناسبة. ليه؟ لأنه ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وحدوا ربنا تمام واتقوا ربنا تمام وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأكلوا من فوق وتأكلوا من تحت. لكن وينو وينو؟ ليه ما في؟ لأن يا جماعة تقوى بقت قليلة يا أخي. ناس يسجدوا للشيوخ، مش انتوا، أنا مش بتكلم عنكم انتوا، أنا بتكلم عن الواقع عموما. انتوا إن شاء الله فيكم الخير وفيكم البركة إن شاء الله نحسبكم، لكن أنا بتكلم عن الواقع السوداني الليلة ككل، وداير أنا وإنتوا نخط يدنا فوق بعض ونعالج الواقع ده. إذا كان واحد يجي شيخ يجي يرقص حلة كاملة، حلة كاملة يرقصها زي مايكل جاكسون، شيخ عامل فيها ولي، عامل فيها صالح، لا هو ولي لا هو صالح، لا عنده دين ذاته، يقلع المركوب هسه لو داير أحضرك له أحضرك له، يقلع وده موجود هنا موجود، يقلع المركوب يميد يده للدرويش، الدرويش يسجد تحت سجود في التراب، يخذ جبهته ونخرته في التراب للشيخ، للشيخ والله الذي أو ده والله الذي لا إله غيره، يخذ جبهته في التراب للشيخ والدلمرين، ويوقع الناس من الحيط من فوق والنسوان زغرة. ساحر، زول ساحر عنده سحر، شايل له عصايه فيها سحر، انت قال شنو؟ زول شيطان شغال مع الشياطين. تقول لي ولي في عصايه بتكهرب لها زول من بعد 100 متر ترميه؟ اذا ما كان هو ساحر ومنافق ودجال والناس يرقصوا له ويقولوا ده ولي والنساوين زغرة، يا ناس ده ما دين، ده ما دين، وده سحره وده كفر بي الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا، ديل هم الكهنة والعرافين، أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين يا جماعة رجالة، بس الدين وريناكم له رجالة، رجالة أنا ممكن أبرك ليلة راجل زي راجل عنده نخرة فيها قدتين وإضنينين وعيون ورموش وحواجبين زيك يا أخ، واحد وبيمرض وبيبول وبيخش الحمام وبيطلع وبعوضة واحدة ممكن تنجم حنان ذاته، تقعد يا أخي يرقصك راجل تلقاه نصيح يا خمسة متر وعراقي ثلاثة ونص وسرواز لابس له غريب طاقة، يرقصك واحد سافل زي ده سافل يرقص حلة كلها ترقص، واحدين ينطوا من فوق الحيطة، من فوق الحيطة واحدين ينطوا من فوق حلة كلها ترقص، واحدين ينطوا من فوق الحيطة، من فوق الحيطة وقاعدين نطوا من فوق السهري، يا جماعة ده دين ولا جنباز؟ ده ما دين، ولا كان دين النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة دي أبدا أبدا أبدا. الدين هو ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره. الشلعة ملوش يخصوبية في الدين ده، الله يسأل منه يوم القيامة، لأنه ما في دين. تعصر لك كرة عن شيخ الما مصدق، وما اظن زول ما شاف الكلام ده، لكن الما شاف هسه بوري هسه عرفته. ما ممكن يا اخي دين الشيخ يتوضا ويغسل كرعين والله يكرمك العفنه الوسخانه، الجماعه يشيلوا المويه بالطشط يشربوا توت عفانه وساخه قله ادب يشربوها حقت الشيخ. المره اللي ما ابتلت، المره اللي ما ابتلت عرسوها خمسه سنه ما ولدت، يجي النسوان الحلة ما بقيوا ثلاثة، ما بقيوا ثلاثة، ما بقيوا ثلاثة، ما بقيوا ثلاثة. الحل شنو؟ أرح لأبوك الشيخ، وأبوك الشيخ ضارب دخن وما بيطلع في الشمس، يودوا للمرا. يا ناس اتقوا الله، خافوا من الله عز وجل، عرفت كلامي؟ وده الرجالة، 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 شفت الرجالة؟ أنا ما ممكن أسوي عملية زي دي، خليك من إنه ربنا قال لك ما في زول بدي الجنة، لا الشيخ ولا حبوبته ذاته. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا بنات يعني، ويهب لمن يشاء ذكور أولاد، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ربنا ربنا شيخ ما بدي الجنة، ما عنده حاجة، الجنة عند ربنا، الولد عند ربنا، البيت عند ربنا، الرزق عند ربنا، المطر عند ربنا. يا أخي شيخ الخنجر دكتوراه جامعة أم درمان الإسلامية، رئيس كرسي الفتوى بكلية الطب بجامعة أم درمان الإسلامية،
قال نحن في السودان بنمشي للشيوخ بندفع القروش، الشيوخ بنزلوا المطر، في ناس بدوا المطر، في ناس بدوا المطر. عجبك عجبك؟ قال كان ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة، يلين فيك واحد يقول لك اسأل الله، اهب تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. طيب شيخك ده وقت بنزل المطر زي الله واحد محتاج له قروش، ليه بتدو قروش؟ زول فقير محتاج له قروش، ما قدر يدي روحه قروش، يدي الكرة الأرضية مطر؟ يا ناس كيف الكلام ده؟ بالعقل يستقيم كيف؟ ما في أحد بدي المطر. ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث، الله 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 جل جلاله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. البنزل من السماء المويه منو؟ الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يمكن أبو جهل وأبو لهب يعلموا إنه بنزل المطر الله، وشيخ الصوفية الخنجر ده يقول بنزل المطر الشيخ بتاعنا، والناس لسه متابعينهم، وناس جهل يقول لك نبستهم، والله ما نبزناهم، ده كلامه. أنا بقول لك ده كلامه، وده الكتاب القرآن الكريم، ودي السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربنا قال في القرآن والرسول قال في السنة ما في أحد بدي المطر إلا الله، مش ادي المطر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما في زول بيعرف المطر جاي بتين ذاته إلا الله. يعني الشيخ ده أبوك الشيخ وقت المطر نازل بتين ما يعرف كيف يديك، وقته ما بيعرفه يجي يديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، إلى آخر الحديث صحيح البخاري. إذا كان الشيخ المطر بتين بيجي وقته بتين ما بيعرف، والله نتحداه ما يعرف. الليلة لافين وعدين لافين في الحواشات، وعدين قالوا بيجمعوا ما عندكم هنا في مناطق أخرى، قال الشيخ قال لهم جيبوا 50 شوال عيش عشان أنزل لكم المطر. يا ناس الشيخ ما قادر يدي نفسه عيش يديكم مطر؟ كذب العقل كده. زول محتاج لعيش، محتاج، هو محتاج، فقير جعان شرفان ما عنده، كيف يديك مطر؟ لو كان بدي المطر من السماء ويقول للسماء نزل مطر ما كان قال لك جيب لي عيش، كان طلع العيش من الواطا، يا واطا طلع عيش، يا سماء نزل مطر واكل واكل الناس، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن ناس مجارمة، ناس كذابين يا اخي، استعبدوا الناس، استعبدوا البشر يا اخي، حتى قال قائلهم وهو البرعي قال في كربك انده بدغيثك جنده كن ثابت عنده لا تضحك عنده، عند الشيخ. يعني من آداب الحوار والدرويش والمريد عند الشيخ أول حاجة ما تضحك عنده أبدا، بس تكون واقف في دارة كده تباه عند الشيخ. نمرة اثنين تكون ثابت عنده، ثلاثة في كربك أنده. المرة مرضت يا أبو التاية تنجدني وتفزعني، الحمار دار يموت يا واتحسون من المدفونة كده، بس تنادي غير الله سبحانه وتعالى. وربنا قال منو الأضل والأكعب والأسوأ من الزول اللي بيخلي الله وبينادي الشيوخ غير الله ديل؟ منو؟ ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل؟ تعرف زول أضل منه؟ الله قال ما في، ده استفهام إنكاري. الله قال منو الأضل
والأكعب والأخبس من الزول اللي بيدعوا الفقراء ديل اللي بيناديهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله قال لك تدعوه لحد يوم القيامة، يا فلان مدد، يا شيخ فلان أغيثني، يا شيخ فلان مدد، الله قال ما يستجيب لك لحد يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وهناك في الآية الأخرى ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. شفت الشيوخ اللي بينادوهم الناس والقوب المدفنين فيها ناس زيل والبيانات الفاضية، المهم اللي بيستغيثوا بهم الناس زيل. الله قال عباد أمثالكم، بيخش الحمام، بيجيو ملاريا، بيبول، بيجيو حمى، بيموت، وإلا ليه دفنوا بنوا عليه قبة؟ لأنه مات. إذا كان مات معناته ضعيف، إذا كان قوي كان ما مات. إذا كان رب تاني وشريك لي الله وبيستجيب الدعاء وبيجيب الرائحة وبينزل المطر وبيفعل، كان نفع روحه ما كان مات. عشان كده ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، زيك عبد، عبد زيك. تخلي ربنا اللي خلقك وتمسك لك في عبد ضعيف، عبد عبد لله وزيك واحد، عباد أمثالكم. الله قال ما صدقت الكلام ده فادعوهم، جرب ده تحدي، فادعوهم، ادعوا الميتين ديل، فادعوهم فليستجيبوا لكم. هل بيستجيب لك؟ فليستجيبوا لكم، ما بيستجيب لك. ليه؟ لأنه هو ابتداء ما بيسمع. ربنا قال لا يسمعوا دعاءكم. يا جماعة دول ما سمع يدي كيف؟ ما جايب خبرك، ما عارفك ذاته، ما سامع صوتك وحسك، يديك كيف؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. لو فرضنا سمعوا، لكن هم ما بيسمعوا، لو فرضنا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سماه شرك، دعاء غير الله شرك، والبدع غير الله مشرك، الله قال كده. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهنا ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم زيكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما بيستجيب لك أبدا. يبقى دي أول صفة في المرأة اللي بتختارك زوجة. بعدين مرة ما تكون بتمشي للفوكة يا برضو، لو بتمشي للفكي يفتح لها الكتاب التراب في خشمك، دي ما بتنفع زوجة إطلاقا. إلا توب مرة تمشي للفكي يفتح لها الكتاب، دي ما بتنفع زوجة، كلمك عديل كده. مرة بتمشي لست الودع ترمي لها الودع، ما بتنفع زوجة، دي زوجة ما صالحة، غير صالحة للزواج ولبيت الزوجية، وغير صالحة لتربية العيال. مرة بتمشي للفكيك تكتب لها حجاب تجي لابسه في رقبتها أو تعلقه في رقبة الشافع الصغير، دي مرة ما صالحة. ليه؟ لأنه ده كله ممنوع في الشريعة. الذهاب إلى الكهان والفوكية وستات الوادع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده كفر، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعليق الحجبات، الحجبات اللي بيلبسوها دي شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. يا جماعة إن والله لو كلنا، أنا ذات وإنت ذاتكم كلنا، لو وحدنا ربنا تمام، ربنا قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الاقتصاد المدني وغلاء الأسعار والجاز ما في والبنزين في مشكلة والغاز بقى بكم 250 في بعض الولايات و180 في ولايات أخرى. السبب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. السبب نحن، الناس يقول لك البنات ماشيات عرايا، صحيح ده حرام ومن الكبائر. الناس يقول لك الخمره انتشرت، صحيح
وده حرام من الكبائر. لكن ما هو أكبر الكبائر؟ الأكبر من ده كله شنو؟ الشرك بالله. إذا كان عندنا نحن، أنا في أهلي وإنتوا وغيركم، في أهلنا، في كلنا، ما بنقدر ننكر الحقيقة دي. في ناس الواحد لو عتر بيستغيث بالشيخ ما بي الله. وفي العربات، في العربات كاتبين يا واتحسونا من المدفونة. معلش ما تزعلوا، ما مكتوب كده، أنا ما جبت حاجة من راسي. يا البادرة ببقوا قراب، يا شيوخ العلفون الأقرب من التلفون، يا ود عويس القلب الغنماية تيس، يا مكتوب بينادوا غير الله. بل لقيت بتاع لوري بالسجانة هناك، لوري باليمين في الباب اليمين قدام كاتب يا البادراب، في الباب الشمال كاتب يا جيل. ليه؟ سألنا ليه؟ قال إذا اتكت كده ده بثبتها، إذا اتكت بجاي ده بثبتها. والله يا جماعة إذا كان ناس وقعوا في الشرك بالله، والشرك ده أكبر الكبائر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. شرك الله ما بيغفر إذا الزول مات عليه، ما بيغفر أبدا. زول يموت على الشرك الله ما يغفر له أبدا، والجنة عليه حرام، ومأواه النار ما يطلع منها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهنا ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أي ذنب ثاني قابلت به الله ربنا برحمته ممكن يغفر لك لمن يشاء، إلا الشرك بالله إذا قابلت به ربنا، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وده عندنا، دي مصيبتنا الآن في السودان. ما هو زول يغش يقول لك التضخم والدولار طار والدولار ركة، الطير شنو؟ الدولار ده ما الذي طيره؟ سؤال. الشرك، والله شرك. ما هو زول يغشك ساكت، والتضخم، ويجيب لك زول لابس كرافتة في التلفزيون وينبغي، ده ما الموضوع يا أخي. الموضوع في الشرك يا ناس، والكفر الحاصل يا أخي. يا أخي ناس، أنت عارف الآن، أنت عارف المدايح دي فيها شنو؟ ما في ناس بتنقل ساكت، نقزك نقزك نقزك، صلي عليه، ما في لا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة، ده شرك. الكلام ده لو وقفت الموسيقى، الأورجن ده لو عطلته وسمعت الكلام اللي بيقولوا الناس ديل، ده كفر وشرك. أبو جهل ذاته ما حصل قدر ده مع إنه كافر. قوماك نزاور دي مدحة. قال البرعي في ديوان رياض الجنة، ها نبذناه؟ ده كتابه، كتبه بيده ونشره بالسوق واخترناه بقروشنا، تاني بشنو؟ قال قوماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور. أولياء بتاعنا الصوفية مش بتاع ربنا. أهم علوم يا البرعي. قال منهم خفي الحال. الأولياء بتاعنا الصوفية. منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب، باطن وظاهر. في زول بيعلم الغيب غير الله؟ جايبين ده بيقول شنو؟ ده اللي بيجاي. ما في زول بيعلم الغيب يا ناس الا ربنا سبحانه وتعالى، لانه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون. المرغني، محمد عثمان المرغني، كتابه النور البراق في مدح النبي المصداق. وما في مدح للرسول يا ناس، كله شرك. كلمة مديح الرسول صلى الله عليه وسلم وحب المصطفى عليه الصلاة والسلام دي شماعة بيعلقوها الصوفية. قال شنو في الصفحة رقم 125؟ قال شنو؟ راجع الصفحة دي لو ما لقيتها في نفس الصفحة من كتاب النور البراق لمحمد عثمان المرغني. هو ده الكتاب، هو ده الكتاب. شيخ الطريقة الختمية صفحة قلنا كم؟ 125. ها شوف 125 كضبنا عليه نبذناه. ده كلامك، ده كلامهم اللي كتبه بيدهم. قال شوف الكلام ده، والله ابو جهل، تعرف ابو جهل وابو لهب ما قالوا كلام قدر ده، كفر قدر ده، مع انهم كفار. في الصفحه 125 اهو دي يا جماعه، وده الكتاب النور البراق لمحمد عثمان المرغني، ده الكتاب. شفت كيف؟ قال شنو؟ قال فكنت أحمده المحمود في أزلي، كذا محمده بدر الهدى التالي. اسمع الكلام ده كويس.
لذاك عاش جميع الكون في كنفي، في رعايته، تحت رعايته ما عين الله. الكون ده كله، الشمس والقمر والكواكب والنجوم والسماوات السبعة والملائكة، جت سرافيل وميكائيل وجبريل كلهم، والأرض والإنس والجن والحيوانات والجمادات والحشرات والبحار كلها عايشين، قال في كنف محمد عثمان المرغني. هو قاله ده؟ لذاك عاش جميع الكون، جميع الكون في كنفي. أها، فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي. أهل الفضل ده للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين، ولا ده ما أهل الفضل يا جماعة، وده السادات أهل الفضل. قال أهل الفضل ده كلهم أطفال محمد عثمان المرغني. تقول ليه العيشة ما تبقى بجنيه ولسع؟ أها، قال فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم. دار تمشي لله تعبد الله، تمام، تستفتح باب الله بمحمد عثمان المرغني. فاستفتحوا بي به باب الله يقبلكم. بعد الناس يقول لك دول أولياء وديل أحفاد النبي، كذابين يا أخ، ما عندهم علاقة بالنبي، ديل أتراك. المهم خلينا في الموضوع هنا. قال ويصطفيكم بتقريب وإيصال. أها، واستمسكوا بعراء لا انفصام له، واستوثقوا بمقاليد وأزيالي. أمسك في محمد عثمان المرغني، ما تمسك في الله. ده كلامه، كلام الصوفية وهدى الكتاب الختمية. أها، أمشي. قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي. زول بيمسك في محمد عثمان المرغني، ما في الله، في محمد عثمان المرغني. قال شنو المرغني؟ فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام. الشيء اللي يريده كله تناله، كله نال المرام بلا ريب وإشكال. أنا الجليس. يا جماعة، مش ربنا قال الرحمن على العرش استوى؟ المرغني قال لا، ما الله. المرغني عنده رأي في الآية دي، قال ده أنا ذاته. الصفحة، اسمع الكلام هذا، أي زول داري يقراها كالكتاب. أنا الجليس على العرش المحيط به. قال أنا الجليس على العرش. كلمة جليس دي ما عندنا عليها دليل أن نقول ربنا جليس أو كذا، ما بنقولها، لأنه لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. لكن ده ما الموضوع الآن. الموضوع أن الزول ده قال هو الجليس على العرش بتاع ربنا محمد عثمان المرغني. طيب لو ربنا مش قطع العيش والجاز والبنزين، لو قطع الهواء والواطد انفتحت بلعت الناس ذيل، عدل من ربنا ولا ما عدل؟ ما بنقول ربنا ظلم ابدا، عدل من الله. لو فعل الله ذلك، رايكم شنو في الكلام ده؟ انا الجليس على العرش المحيط به كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الناس سيد البشر، ما يعلم الغيب. ده قال أنا أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال أنا الجليس على العرش بتاع الله. الصفحة 125 هو ده. والكتاب ده النور البراق ده بيقروه في المولد حقهم، الصوفية والختمية بيقروه إذا مات لهم زول ما مفخمة، لو ما كملوا كتاب ده جت ما بنزلوا القبر. داك تلقى قاعد في الشمس وديل بيقروا واك واك لحد ما ينتهوا، حتى ينزلوا جوا الكفر ده، الشرك ده، الإلحاد ده، الزندقة، النفاق ده. ده المديح الغاشينك بيه، مدح المصطفى. نحن ما بنمنع انك تمدح، لكن ما يكون فيه مزيغة ولا دلوكة ولا نوبة ولا نجارة، لأن الرسول ما كان عنده نوبة. رسول ما كان بيرقص الناس زي ود المرين ولا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذكر الله سبحان الله، قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. موضوع انتهى، موضوع انتهى. إيه اللي نوبة ونقارة وشفع وصعاليق ناطين وناساوين بزغرة من فوق الحيط؟ ده هوس يا أخي، ده ما عنده علاقة بالدين يا أخي. ليه؟ لأنه داري يوصلوك للشرك ده. يا ناس، شغلة دي الرجالة والله،
الناس لو ما وقفت ما قلنا دقوا زول، ولا قلنا اطبحوا زول، ولا قلنا اقتلوا زول، وده كله ما من الدين، ده كله ما من الدين تطبح تدق زول، لا، نحن قلنا بينوا للناس هذا الباطل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. زول بيكتم الحق، إمام جامع يقعد يتمحرق وخايف ما قادر يقول النازل على باطل وعلى بينشر الشرك وعلى ضلال وعلى إجرام وكذب على ربنا وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. تبقى إمام جامع ليه؟ المنبر ده أنت في المنبر ده متابع للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرتاح قلبه أبدا إذا شاف له مظهر واحد من مظاهر الشرك، حتى قال لجرير ابن عبد الله البجلي قال له ألا تريحني، ده الرسول يا جماعة، قال له ألا تريحني من ذي الخلصة، ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني كان شنو؟ كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرتاح، لأنه في صنم اسمه ذي الخلصة بيعبدوا ناس، قال لي ألا تريحني يا جرير من ذي الخلصة. جرير قال خرجت ومعي 150 فارس من أحمس، 150 فارس من أحمس، مشوا كسروا الصنم ده وحرقوه بالنار وجوا راجعين، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة 5 مرات فارتاح قلبه صلى الله عليه وسلم. ناس يقولوا نحن الله عديل، أنا الجليس على العرش المحيط به أهدى، أهدى أكثر من أنه أجيب لك كتابك، تاني أسوي لك شنو؟ تاني أسوي لك شنو؟ أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تبصيلا وإجمالي. ويقول والله يا أخي العيش لازم يرخص، العيش أبشرك حيكون ما في تب، لا دخن لا عيش لا قمح، إذا الناس استمرت بالحال ده وده السبب. ونحن نتمنى يدونا فرصة في التلفزيون ده ولا الراديو ولا أي حاجة عشان نوريهم الحاصل، مجال الحاصل إنه والله تضخم وده طار الدولار والاسترليني ركا، لا لا لا، الحاصل الصوفية ديل نشروا الشرك عشان كده العيش بقى ما في، ده الحاصل باختصار شديد. يا اخي يا اخي كم قبة الليلة بيعبدوها من دون الله، خلي الكتاب، الكتاب ده خليه، قول طبعا نحن خلاص انتهينا، القبب دي بنيناها نحن، القبب ده ما دليل واضح ان النسوين بيخشن جوا بيشيلن التراب بيسفنه، المرة اللي ما ابتلت تشرب تراب مماص بموية على الريق، التراب بيديها الجنة كده. نادوا لي اصغر اطفال هنا يا ولد في تراب بيدي الجنة؟ ما في والله والله، دي ما دار لها ذاته، ما دار لها كثير أدلة من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل الزراعة ما نجحت يمشي يدردك في القبة، بل بيطوف بها البرعي، قال من زار قبة الشيخ فلان 7 جمع لم تأكله النار. كتاب ليك سلام مني، هذه الكتب موجودة، كتاب ليك سلام مني للبرعي نفسه ألفه، قال البزور قبة 7 جمع والله قال 7 جمع قال لم تأكله النار. يا ناس كيف ربنا يرحمنا؟ كيف انتوا وروني كيف يعني؟ وربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا شنو؟ ما بأنفسهم. وأعظم ذنب، ما في ذنب أكبر منه، الشرك. وكثير من الناس الليلة بل أغلبهم واقعين في الشرك. الرحمة كيف تنزل؟ الرحمة كيف تنزل؟ فتختار المرأة كده وتكون بتصلي ومحجبة إلى آخره، وكذلك الرجل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خيرا.